السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن الإسهال عند البط بكل أنواعه وكل أشكاله، ومش هنقول لكم بس علاج بالأدوية، كمان هنتكلم عن العلاجات الطبيعية اللي احنا دايما بنحب نبدأ بيها، ما بنحبش ابدا نبدأ بالأدوية. الأدوية هي آخر حل وآخر اختيار دايما بنروح له، علشان خاطر الحلول الطبيعية ملهاش اي اثار سلبية اخرى زي ما احنا عارفين كلنا طبعا. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. علشان تتخلص من مرض الإسهال عند الطيور انت لازم تتخلص من أسبابه في المقام الأول. والإسهال عموما عند الطائر أو عند الحيوان أو عند الإنسان بيجي من الرطوبة، الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة عموما، بس مش بس انخفاض درجة الحرارة، يعني البرد الشديد لو ما فيهوش رطوبة ما يجيبش اسهال، ده ممكن يجيب امساك كمان وعسر في الهضم، لكن البرد الشديد اللي معاه رطوبة ده يؤدي الى اسهال بشكل مباشر. لذلك فاحنا لازم نتخلص من اي مسببات رطوبة، لاننا دلوقتي موجود، يعني دلوقتي فصل الشتاء واحنا دلوقتي البرد موجود والرطوبة هي بقى الفيصل. لو في رطوبة مع البرد ده هيؤدي بشكل مباشر الى اسهالات. لو احنا فصل الصيف وفي رطوبة احتمال يعني بنسبة كبيرة ما تأثرش على الطيور، لكنها مؤثرة طبعا، هتأثر عليهم ممكن من الجانب التنفسي اكتر، لكنها برضو ممكن تجيب اسهالات وممكن تجيب كساحة وممكن تجيب حاجات كتيرة قوي، لكنها بتأثر على الجانب التنفسي اكتر، لان في الصيف طبعا الاكسجين اقل وبيبقى فيه خنقه اكتر، فلما يبقى فيه رطوبه وغاز امونيا ومشاكل كتير ده هيبقى ضاغط على الطيور بشكل اكبر. عموما احنا النهارده عايزين نتخلص من الاسهالات بشكل مباشر وسريع جدا عند البط بتاعنا. احنا نبدا الاول بحلول البيت. حلول البيت بسيطه جدا. دلوقتي انتوا عارفين الزلال بتاع البيض، الزلال بتاع البيض اللي هو البياض ده ليه فايدة كبيرة جدا بالنسبة للبط وبالنسبة للطيور عموما، انه بيعيد تكوين جدار المعدة، لان جدار المعدة مع كثرة الاسهالات بيتعب وبينقص منه حاجات وبيبقى زي ما تقول كده ايه محتاج ترميم. الترميم ده ممكن تعمله عن طريق زلال البيض او بياض البيض، لان الاسهال ده بيطلع المية والسوائل اللي في الجسم، وهو على طول بيطلع المية والسوائل اللي في الجسم بيعمل يعني حاجة كده زي تآكل لجدار المعدة، فجدار المعدة بيبقى ضعيف في التهابات او متآكل. علشان ترمم الجدار ده من جديد لازم تستخدم ايه؟ تستخدم زلال البيض اللي هو بياض البيض. هتحطه ازاي؟ هتحطه على المية، هتحطه على المية علشان يشربوا المية بزلال البيض او بياض البيض، لان هم محتاجين المية دي، لانهم بيفقدوا مية بنسبة كبيرة جدا اثناء الاسهالات. في حاجة تانية مهمة جدا هتحطها مع المية وزلال البيض، وهي الشاي. هتحط شاي تقيل كأنك بتعمل كوباية شاي تقيلة كده، هتحط شاي بنسبة كبيرة في المية اللي فيها زلال البيض او بياض البيض. طبعا الشاي ده معمول منه أدوية كثيرة جدا للقضاء على الإسهال والقضاء على مشاكل كثيرة في معدة الطيور أو الحيوانات كمان. فأنت دلوقتي ممكن تجيب الشاي بشكل طبيعي جدا وتغلي شاي وتديهم شاي تقيل مع زلال البيض أو بياض البيض، أنت كده هتعالج الإسهال وفي نفس الوقت هترمم المعدة اللي خربت بسبب الإسهالات المستمرة عند الطائر. طبعا العلاج اللي احنا بنقوله ده لأي نوع من أنواع الإسهالات، لأنه بيعالج المشكلة من أساسها، بيقضي على الميكروبات وبينظف المعدة عن طريق الشاي وبيرمم المعدة وجدار المعدة من جديد، لأن جدار المعدة بيتآكل بسبب الإسهالات عن طريق زلال البيض أو بياض البيض. عملت كل الحاجات دي إن شاء الله استمر عليها بس انت يومين ثلاثة أربعة وهتلاقي كل المشكلة اتحلت وقضيت على المشكلة. لقيت نفسك في الآخر مضطر لاستخدام الأدوية، فركز معايا بقى في استخدام الأدوية، لأن انت خلاص بقيت مضطر فهتروح تشتري من الصيدلية مضادات حيوية زي كولستين أو أمبيسيلين، يا إما كولستين يا إما
امبيسيلين. المضادات الحيويه دي فعاله جدا في القضاء على الاسهال بشكل كبير جدا، بس خلي بالك من حاجه، ان المضادات الحيويه دي لها تاثيرات سلبيه على جسم الطائر، والتاثيرات السلبيه دي انت بتبقى مش عارفها جايه منين. احنا مش بنخوفك منها ولا حاجه، انت ممكن تستعملها عادي جدا، بس ما تكترش منها، ما تكترش من المضادات الحيويه دي، ولازم بنسبه كبيره جدا لازم تكون متاكد انك محافظ على نظافه المكان والرطوبه والحاجات دي كلها، ومفيش رطوبه، مفيش انخفاض في درجات الحراره قوي بيتعرضوا ليه في البرد ده، مفيش ميه بتطرطش قدامهم، العلف في مكان عالي علشان ما يقعش على الارض ويتبل، الاكل عموما في مكان عالي نسبيا وثابت، مكان تقيل كده يعني، وعاء تقيل، وكذلك برضو الميه تكون محطوطه فيه وعاء ثقيل الوزن علشان ما يتدلدقش منه ويغرق الدنيا، والرطوبه تكتر في المكان. لذلك انت لازم وانت بتستخدم المضاد الحيوي لازم تكون واخد بالك انك مظبط كل الاسباب التانيه والعوامل التانيه اللي ممكن تساعد على استمرار مرض الاسهال، وان مرض الاسهال ده ما يطلعش من المكان، لان هو ميكروبات وبكتيريا بتدخل معدة الطائر، فعلشان تتخلص منها لازم تتخلص من مسبباتها والحاجات اللي بتخليها تتكاثر كل يوم كل يوم كل يوم، علشان انت ما تعالجش من ناحية والميكروب يفضل عايش من ناحية اخرى، يبقى انت كده ما عملتش حاجة والدواء مش هيبقى ليه اي فايدة. فعشان كده احنا بنقول ان العلاج الطبيعي افضل، لان العلاج الطبيعي من ضمنه انك تحافظ على صحة الطيور، ومن ضمنه انك تنظف المكان دايما، ومن ضمنه انك تحافظ على نسبة الرطوبة تكون طبيعية جدا، ما يبقاش فيه بلل، ما يبقاش فيه مية في الفرشة، ومن ضمنه برضو انك تستخدم زلال البيض مع الشاي التقيل على المية علشان تعيد ترميم جدار المعدة وتتخلص من مرض الاسهال وكل اعراض الاسهال ايا كانت بقى الاعراض دي، وايا كانت انواع الاسهال، سواء اسهال ابيض او شفاف او بني او دموي او اي حاجة، كل ده هتتخلص منه ان شاء الله عن طريق الوصفات اللي احنا قلناها وعن طريق الادوية اللي احنا قلناها. ده كان فيديو النهاردة، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ما تنساش برضو تعمل لنا تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، ايا كان نوع الطائر، سواء بط او وز او حمام او فراخ او اي نوع من انواع الطيور، وايا كانت المشكلة بالتحديد. احنا دايما بنحب ناخد افكار لفيديوهات جديدة على قناة طيور فوق السطح من الناس، والناس دايما بيبقى عندها مشاكل وعندها افكار جديدة فعلا لم يتطرق اليها احد من قبل على السوشيال ميديا او على اليوتيوب، فلذلك ما تبخلوش علينا بالتعليقات، ونشوفكم على الف خير في حلقات جديدة على قناة طيور فوق السطح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.